أرحب فيكم مشاهدينا الكرام، معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديميا وقضايا أكاديمية جديدة وملف أكاديمي جديد وأمور أكاديمية نحتاج أن نتحدث عنها من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه النافذة التي تتبنى الكثير من الرؤى الأكاديمية. ولعلنا في الحلقات السابقة تطرقنا إلى العديد من المواضيع الأكاديمية والتي كانت مهمة، وتحدثنا مع أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تحدثنا مع شباب أكاديمي وطلبة وأصحاب خبرة في العمل النقابي، وكان عندنا مجموعة من الآراء حول القضايا الأكاديمية. ولكن جئنا بنظرة مختلفة اليوم، نظرة إعدادية مختلفة، لنتحدث عن الحرم الجامعي وما يتم داخل الحرم الجامعي أحيانا من تصرفات، من كلمات، من أخلاقيات، من لبس، كثير من الأمور اللي مرتبطة في الحرم الجامعي. والسؤال يطرح نفسه دائما، هل يليق بالحرم الجامعي التدخين؟ هل يليق بالحرم الجامعي اللبس؟ هل يليق بالحرم الجامعي الشكل والمظهر الخارجي؟ هل يليق بالحرم الجامعي احيانا، يعني اسف على الكلمه، لكن البعض ياخذ الجنجفه الورقه ويلعب داخل الحرم الجامعي وداخل القاعات المحاضرات؟ هل يليق بالحرم الجامعي؟ شفنا في بعض الجامعات الخاصه مناظر مزعجه مقززه، ونرد نعيد السؤال نفسه، هل يليق في الحرم الجامعي؟ لذلك جمعنا كل هذه الاسئله ووضعناها في سله ووضعناها تحت عنوان حلقتنا اليوم، وهي ادبيات الحرم الجامعي. مفروض يكون هناك أدبيات الحرم الجامعي البعض يلتزم فيها، ونرى هل الطالب يلتزم أم أن القانون غير مطبق، لذلك الطالب متهاون ويستهين في تطبيق القانون لأنه ما في أحد يحاسبه، أم أن هناك خلل ولا نعرف أن الخلل، ولكن إن شاء الله اليوم من خلال هذه الحلقة نكتشف الكثير من الأمور. دعوني في البداية فقط أذكر بسؤال حلقتنا اليوم، اللي اخترنا عنوان واحد فقط لهذه الحلقة، وسؤال تحديدا سؤال الحلقة يعني نقطة من هذه النقاط اللي داخل الحرم الجامعي ومن أدبيات الحرم الجامعي. هل أنت مدخن؟ بس بعد إنك مخرج لو تعرض لنا السؤال، هل أنت مدخن؟ هذا السؤال اللي قاعد نشوفه، هل أنت مدخن؟ ولماذا التدخين داخل الجامعة؟ وهل هو ممنوع؟ يعني هل يعني ممكن يكون التدخين داخل الجامعة ممنوع؟ إذا ممنوع هل أنت تلتزم في القانون؟ أعيد السؤال مرة أخرى، هل أنت مدخن؟ لماذا التدخين داخل الجامعة وهو ممنوع؟ هذه هي يعني السؤال اليوم سألوا كثير من الطلبة، وكان عندنا زيارة ميدانية لمجموعة من الطلبة أخذنا رأيهم حول هذا الموضوع. ولكن أيضا في البداية عندي تقرير، هذا التقرير يتحدث عن مجموعة من المعلومات المهمة المرتبطة في قوانين مهمة، أيضا نعرضها لكم ونشوف مع بعض هذا التقرير، ونعود نتواصل ورحب بضيوف الكرام وأخذ رأيهم بكثير من الأمور الأكاديمية التي تتم داخل الحرم الجامعي. تقرير ونعود نتواصل وياكم. على الرغم من وجود قرار اللباس المناسب في جامعة الكويت، إلا أن هذا القرار لا يزال غير ساري المفعول ومبهما وغير واضح، خصوصا للطلاب المستجدين في الجامعة، ويمنع القانون ارتداء الشورت والتنانير القصيرة والسلاسل للطلاب، كما أن الشكاوى التي تقدم بحق الطلبة والطالبات المتجاوزين يجب أن تكون من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، لكنهم لا يقومون بتطبيقه لعدم إحراج الطلاب والمساس بحريتهم الشخصية وتقييدهم. وكان مدير عام جامعة الكويت السابق الدكتور عبدالله الفهيد قد قام بإصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ حملة توعوية وإعلامية لطلبة الجامعة بشأن الالتزام بارتداء اللباس المناسب، وكذلك الالتزام بتطبيق قانون منع التدخين داخل الحرم الجامعي. وبين القرار أنه لا يقبل بتدخين الطالبات ولا حتى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين داخل الحرم الجامعي، تنفيذا للتعميم الذي أصدرته لجنة العمداء لتصبح الجامعة بلا تدخين. من جهته قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة أن هناك لغطا في موضوع اللباس المحتشم، وقال إن اللباس المحتشم لطالبات الشريعة هو النقاب، وكلية التربية عندها الحجاب، وفي كليات أخرى هناك حرية لكن في حدود احترام العادات والتقاليد. وكان قانون منع التدخين قد صدر بقرار وزاري رقم 160 بتاريخ 19 من يوليو عام 2004، أما قرار مجلس الجامعة رقم 2007 فيمنع منعا باتا التدخين داخل المباني الجامعية. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، نتواصل معاكم ومع شبابنا اللي إن شاء الله اليوم يعني ينورنا برأيه الأكاديمي حول المواضيع اللي تحدثنا عنها. بداية معاي أخوي سيف سبيل العازمي، عضو في القائمة العلمية بجامعة الكويت ورئيس النادي الجيولوجي، حياك الله معنا. الله يحييك ويسلمك. وكذلك
معاي أخوي محمد العنزي طالب في التطبيقي ومنسق سابق من القائمة المستقلة بجامعة الكويت. حياك الله معاي. الله يحييك. ولربما سمعت مقدمتنا وكانت المقدمة حول أدبيات الحرم الجامعي، ففي كثير من الأدبيات اللي ما المفترض أنها تكون داخل الجامعة. ممكن أنا أقول مو مفترض، ممكن أنت تشوف زينة، ممكن أخوي يعني كذلك سيف يشوف أنها مو زينة، نختلف بالآراء ولكن نتفق بأدبيات الحرم الجامعي أن الجامعة ما يصير يسوي فيها شيء، مثل ما إحنا مرات يعني وايد في بيوتنا ليش ما تسوي الحركة في البيت؟ ما أقدر، لأن هناك أدب في البيت، أدبيات في البيت، احترام، قوانين مو مكتوبة ولكن ذوقية. كذلك هي الجامعة، أنا أعتقد المفروض اليوم أن الشباب يتعامل مع الجامعة كما يتعامل مع المنزل بل وأكثر، لأن مكان خاص للتعليم. أول محور عندي هو الزي المحتشم وتطبيق القانون. لا أود يعني أن أضع معايير للزي المحتشم، ولكن أحيانا البعض يلبس ملابس تخدش الحياة، لذلك هذا هو أول محور بتحدث عنه. وابتدي معاك أخوي سيف، كنوا واضحين يعني من غير مجاملة، هل يتم يعني تطبيق قانون الزي المحتشم في الجامعة، ولا أحيانا نشاهد البعض يبالغ في ملابسه في الجامعة حتى لدرجة أنه يخدش الحياة؟ وشي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدي وحبيبي وقرة عيني أبي القاسم محمد بن الله. أول شيء نرحب فيك ونرحب بالمشاهدين. الله يسلمك. بالنسبة للسؤال، ما أظن أن يعني ملتزمين بتطبيق القانون في الزي المحتشم في الجامعة. نعم، يعني احنا نشوف شباب يعني مو ملتزمين في الزي المحتشم الرسمي، موجود القانون وموجود كل شيء، القانون تطبق قبل سنتين تقريبا في الجامعة. نعم، يعني نزل القرار بس ما يعني مو الكل، البعض. شنو تقصد انت، شنو مفهومك عن الزي المحتشم؟ يعني الزي الرسمي هو المحتشم؟ مو الرسمي، انا قلت اتكلم عن الزي المحتشم انه هو يعني تبع المعايير في الدين الاسلامي، يعني في ناس ما يغطي العورة. نغطي العورة. نعم. فيعني الشورت ما فوق الركبة، فيعني هذا حق الشباب نتكلم. نعم. يعني هذه أماكن يعني لها احترامها. لها أدبياتها أيضا. أي. فما تصلح يعني مو مكانها يعني إنك تلبس يعني فشيء مو محتشم يعني في الجامعة. نعم. يعني تشوف إن القانون موجود ولكن التطبيق غير موجود. شبه غير موجود، غير مطبق. اي شبه غير مطبق. طيب هذا رايك اخوي سيف. اي بالنسبه لك اخوي محمد، يعني اذا بتكلم عن الزي المحتشم وكنت في جامعه الكويت وانتقلت التطبيقي يعني من مكان تعليمي ومن صرح تعليمي الى صرح اخر، كيف رايت الالتزام بالزي المحتشم؟ هل تشوف ان شبابنا ملتزم اليوم بملابسه بمظهره الخارجي؟ هذا المنظر يليق بطالب محترم في الجامعه، في جامعه الكويت او في تطبيقي او حتى في احدى الجامعات الخاصه؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الزي المحتشم يعني ما أشوفه تطبق بشكل يعني تطبق بشكل صحيح. نعم. بالجامعة. قانون الزي المحتشم. القانون موجود لكن تطبيق ما تم تطبيقه عدل من قبل الطلبة. نعم. لأنه يمكن تلقى تطبق على بعض الأشخاص من قبل عاملين الأمن والسلامة. تمام. يعني يمكن يقول لك يمنعك، لا ممنوع تدخل الكلية في شورت ولا مكان التسجيل، لكن بعض الآخر ما ممكن ما تدري عنه أنت، يعني في ممكن طالبة، أنا أتكلم عن طالبة وطالبات يعني. نعم. يعني ممكن تلقى الطالبة هم يدققون عليهم، لكن تلقى بعض الطالبات يعني لبس غير محتشم، فهذا يعني ما شيء يخدش الحياة وشيء يعني لازم يكون فيه له قانون صارم ينظم داخل الجامعة، ينظم ويوقفهم يعني عند حدهم لأن داخل الحرم جامعي. تمام. يعني هل سبق وإن صار موقف معاك أخوي سيف حول الزي المحتشم، أو شاهدت شيء لربما أزعجك في الجامعة تقول أنا طالب جامعي اليوم أي أشوف هالمناظر اللي لا تناسب الجامعة، صار معاك الموقف ولا لا مجرد أنك أنت تشعر بأن البعض لا يطبق؟ والله حصلت يعني تحصل مواقف، يعني تمشي ممرات تمشي بأماكن، أنا شخصيا حصل معي موقف والدكاترة لهم دور كبير، فأنا طبعا هذا لبسي من دخلت الجامعة، هو زي الرسمي، زي الرسمي جداشة غترة وعقال، جداشة غترة وعقال. في أحد دكاترة يعني تشجيع لي لما شافني بالزي هذا آخر الكورس، قال أنت لك بونس على يعني على اللبس المرتب والشكل المرتب. والله كفو، يعني هذا يعني تشجيع للطالب، وفي كذا طالب فلما يدش المحاضرة يقول له تفضل طلع برا. طيب أنا اللي أبي أركز عليه، هل كان التشجيع من الدكتور على لباس الزي الوطني ولا أن الزي محتشم بشكل عام؟ لا مو بشكل عام، زي المحتشم، لأن في بعض طالب معاي كان يلبس يعني
بدله وعطاه بعد بونص. ها يعني انه زي كان محتشم بس اي تقريبا هذا النظر. طيب انت اخوي محمد يعني لما تشوف مثلا مظهر زي واحد من الربع ولا واحد من الشباب تشوف انه لبسه غير مناسب، هل مره حاولت انك تكلم احد؟ هل مره اشتكيت على احد بشكل غير مباشر؟ هل مره حاولت توصل رساله للمسؤولين يا جماعه ترى هذيل ملابسهم وايد مزعجه المفروض ما تلبس داخل الجامعه؟ كان لك دور خصوصا انك انت كنت في احدى القوائم يعني. انا يعني ما كلمت احد بهذا بشكل مباشر. بشكل مباشر لكن يعني في قانون تطبق وفي يعني امور المفروض ان يلتزمون فيها الطلبه. تمام. فانا مو مسؤول عنهم اني اروح اكلمهم شخصيا. شيء تطبق المفروض انت تمشي عليه. تمام. يعكس تربيتك، يعكس احترامك للمكان اللي انت فيه، للحرم الجامعي او المكان اللي تدرس فيه. فيعني ما حصلت ان انا رحت كلمت شخص بشكل مباشر او اني اشتكيت على شخص. طيب. بسبب لبسه. انت مطلع على قانون زي المحتشم؟ مطلع عليه. وعارف قانون زي المحتشم؟ عارفه. يعني هذا القانون في عليه عقوبات اذا انا اليوم رحت بزي غير لائق للجامعه حسب قوانينها؟ العقوبات ما يعني العقوبات ما تطبقت. شنو العقوبات؟ هي عقوبات ممكن انا ما العقوبات اللي كانت على زي المحتشم يعني فصل تأديبي ممكن يكون كورس او تمام. او ان تحذير تعهد. اول مره منعك من الدخول، ثاني مره منعك فصل. اول مره يكون منعك من الدخول، ثاني مره ممكن يكون في تعهد للطالب انه ممنوع تلبس وهذا تعهد، واذا ان انت يوقعونك على تعهد، واذا شفناك مره ثانيه راح يكون في فصل قرار صار يكون. لكن هذا ما شفنا انه تطبق اطلاقا. ما تطبق ولا سمعت اخوي سيف ان هالقانون تطبق، انه تم توجيه رساله صارمه لاحد الطلبه اللي كان زي غير محتشم. يعني احنا هل فعلا محتاجين هالقانون؟ خلينا نسال هالسؤال، هل احنا محتاجينه؟ اي نعم محتاجين هالقانون هذا. صار شيء بالجامعه اللي خلاكم تقولون فعلا محتاجينه؟ تقريبا تصير اشياء بعدين اذا تبي تراقب، منو يراقب؟ منو يعني منو يراقب؟ يعني الله يعطيهم العافيه الامن والسلامه، فما يدرون يعني ينظمون داخل الكليه. نعم. او يشوفون الزي المحتشم او المدخنين يعني داخل المباني او داخل القاعات. فيعني كل الضغط هذا على الامن والسلامه. فيعني المفروض ان في يعني في لجان، يعني في لجان تساعد الامن والسلامه. تمام. يعني انا عشان اسكر هالمحور هذا بشكل سريع جدا، سؤال مشترك بينكم، زي المحتشم ده بنطلع قرار اليوم لانه يكون في عقوبه على من لا يلتزم بالزي المحتشم واللي لباسه غير لائق وربما يزعج الاخرين يكون في علاقه، نبي نبتعد عن الامن والسلامه ونجيب شخص يطبق القانون يقول لك يا جماعه تعال انت اليوم دخلت بالجامعه وهذا اللبس ارجوك مره ثانيه لا تلبسه، واذا بتلبسه ما تجي الجامعه، واذا لبست ويت الجامعه راح تواجه عقوبه اما انذار شفوي او تعهد او فصل من الكورس. عدل؟ هذا ما يناقض الحريه؟ عندنا قانون الحريه في الكويت انه يعني انت قاعد تدخل خصوصياتي هاللبس وكيف يعني؟ الحريه لها حدود بالدستور، يعني كفل لك الحريه. نعم. بس في اماكن لازم تلتزم فيها. يعني زي المحتشم يعني لو تلبس يعني مثلا نقول شورت، في اماكن ما تقدر تروح لها. طيب انت ممكن يكون بالنسبه لك مو محتشم، بالنسبه لي محتشم، ما في مشكله. يعني فرضا يعني على سبيل المثال، يعني اللي يحط المعايير على سبيل المثال، يعني في الدستور، يعني تبي نتكلم عن الدستور الكويتي، يعني اكثر القوانين على الدين الاسلامي، يعني ماخذينها من الدين الاسلامي اكثر القوانين. ففي اماكن يعني شلون يعني اكثر قوانين ماخذينها من الدين الاسلامي؟ يعني في زي المحتشم، يعني اللي نعرفه زي المحتشم اللي بيننا وبين بعض، يعني انه يعني تحت الركبه، يعني شيء. بس الدستور ما قال كذي ترى. لا فانا اقول يعني مثلا ما يصير نضرب امثال مو مذكوره، الدستور اطلاقا ما تطرق للنفس وما تدخل في حريات الاشخاص، حريه الاشخاص مكفوله. اي مكفوله حق إيه. مكفوله حديثك. انا اقول يعني مثلا في شغله يعني الحين انت في لبس، يعني كل مكان له لبسه معين. اي يعني الجامعه يعني لها مثل ما تقول آدابها الخاص. اي إيه. آدابها الخاصه. المجمعات لها آدابها الخاصه، المساجد لها آدابها الخاصه، يعني طلعه شباب بحر مكان يعني لها آدابها الخاصه. يعني امر يعني ذوقي، كل مكان يعني اخذ اللبس المناسب في المكان المناسب. طيب هذا يعني انا اعتقد اخوي محمد امر ذوقي المفروض ما احط انا احد وصي عليه. وجهه نظر. يعني انا ما احط احد وصي عليه حتى يتدخل في انت ما تحط وصي عليه نفس ما قلت صح، لكن اللبس المحتشم نفس ما قلت انه هل يناقض الحريه الشخصيه؟ ايه هو ما يناقض الحريه الشخصيه، لان الحريه الشخصيه لها حدود.
وكل شيء إذا زاد عن حده راح ينقلب ضده. فأنت الحين حريتك شخصية لنفسك، لكن ما تخدش فيها حياة الآخرين في لبسك المحتشم. يكون لبسك محتشم خصوصا داخل حرم جامعي، يعني صار أعلى صرح أكاديمي، فالمفروض أنك تلتزم بلبسك وتكون في زي محتشم ما يخدش حياة الآخرين، ولذلك يجب أن يكون في قانون يطبق. طيب أنا معاكم، راح أتفق على النقطة هذه، يعني هذه النقطة اللي قلتوها أتفق معاكم فيها. وخلوني مرة ثانية أذكر بالسؤال للشباب اللي حاب يشاركنا، أن السؤال مهم جدا، وأبي بس إيه لأ علشان أعرف بعد الفاصل شلون نحاوركم. عدل مدخن؟ لا مو مدخن. وأنت محمد؟ لا، لكن عشان أكون صريح معك، أحياناً 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 مدخن. لا أنا ما أدخن صراحة، حسب يعني إذا كنت في مود أوكي يسمح لك إيه. إذا طيب يعني لا. غير مدخن مستمر؟ غير مدخن، غير مدخن. إذا أنا عندي شباب اثنين غير مدخنين، محورنا القادم عن التدخين، وكما ذكرت في السؤال الحلقة، هل أنت مدخن؟ ولماذا البعض يدخن داخل الجامعة؟ وهل هو ممنوع ولا غير ممنوع؟ فاصل ونعود لنتواصل وإياكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم في برنامج أكاديميا، وأرحب بضيف الكرام مرة أخرى، أخوي محمد العنزي وأخوي سيف العازمي، وكنا نتحدث عن أدبيات الحرم الجامعي. وأرحب بكل السادة المشاهدين اللي انضموا معنا مرة أخرى لمتابعة برنامج أكاديميا، وكنا نتحدث عن مجموعة من القوانين أبرزها الزي المحتشم وتطبيق القانون. واتفق الشباب على أن القانون موجود، ولكن التطبيق لربما في تهاون في بعض الأحيان، ومحتاج إلى تعديل، ومحتاج إلى طريقة صارمة حتى يكون أو حتى تكون هناك رسالة واضحة لمن يتهاون في تطبيقه. وربما أيضا كان عندنا سؤال حلقة اليوم، وهو هل أنت مدخن؟ ولماذا التدخين داخل الحرم الجامعي؟ وهل هو ممنوع؟ عندنا أيضا هذا السؤال مرة أخرى على الشاشة، اللي حاب يتواصل معنا، اللي حاب يتصل يعبر عن رأيه، اللي حاب يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يشارك بجميع الطرق، وإن شاء الله راح نتواصل معكم. عندنا أيضا تقرير، هذا التقرير مجموعة من الطلبة أيضا أخذنا أراءهم حول التدخين داخل الحرم الجامعي ورأيهم بالتدخين داخل الحرم الجامعي مع بعض. خلنا نشوف هذا التقرير ونعود لنتواصل وإياكم. أول شيء لأن عدم المدخن ما يراعي الناس اللي ما يدخنون، ما يراعي قوانين الجامعة اللي رغم أنها تمنع التدخين، يعني يجب على الجامعة أن تكون صارمة بهالقوانين مال التدخين، يعني يسوون لهم غرف للتدخين، يعني مثل جامعة الكويت لما يسوون لهم غرف للمدخنين، وإذا أي واحد إذا دخن بالحرم الجامعي نفسه لازم يكون انه مثل فصل الطالب، ولازم يسوي توعيه. والله في يعني بعض الطلبه متعودين على التدخين، يعني في اوقات معينه لازم يدخن باي مكان راح يكون موجود فيه، ممكن يكون بعد قله وعي من الطلاب على خطوره هذا الامر وجديته بالنسبه للغير مدخنين والناس اللي تتضايق من الدخان، خصوصا يعني مثلا انا شخص رياضي، الدخان ما احب ريحته ولا باي شكل من الاشكال، واي واحد راح يدخن قريب مني راح اوخر عنه. يعني الجامعة مخصصة أماكن للتدخين، المفروض المدخنين يروحوا عليها يدخنوا أو برا الجامعة، يعني هني بهذا الجو أكاديمي للتعليم والدراسة، مو يعني المفروض هو يحترم هالشيء ويدخن بالأماكن المخصصة للتدخين. طلاب في عندهم لازم عندهم التدخين شيء أساسي بحياتهم، يمكن يفضلوا التدخين عن الدراسة، في ناس يعني خلاص ما يركزون غير لما يدخنون، فمعتبرين أن التدخين شيء أساسي والجامعة معناته، بس الجامعة مسوية غرف مخصصة للتدخين، في طلاب بيحترموا هذا القوانين وبروحوا بيدخنوا بالأماكن المخصصة، لأنه يعني بيعرفوا إنه لو دخلوا مكان غير مخصص للتدخين إنه هذا فيها فصل، فهنا ما راح يتهوروا وينفصلوا من الجامعة كرمال التدخين، فملتزمين بهالقرار هذا وراح يدخنوا بالغرف المخصصة الموجودة بالجامعة. دخن داخل الجامعة
بس ممنوع التدخين جوا الجامعه، لازم برا، او انه مخصصين اماكن داخل الجامعه عشان ما نسوي امراض مثلا او حسيه للناس بتاذي الناس من التدخين، فلازم انه يسوونه يا برا او اماكن مخصصه. يدخنون ساعات يعني يتعمدون يدخنون، في بعض الشباب انا لاحظهم اول مو الحين ان كانوا يدخنون بالممرات، يدخنون اماكن ممنوع ان يدخنون، بس الحين كان في غرفه حطوا غرفه انه يكون فيها داخلها التدخين، بس في بعض الشباب ما يتبعون التعليمات يدخنون بالممرات او اماكن يعني يمرون فيها الناس او يكون مكان ضيق الممر فيضايقون الناس، وهذا طبعا غلط، يعني ما قاعد يتبعون قوانين ملوت الجامعه. بشكل عام ما نشوف ان في قوانين موجوده بالكويت تردع الشيء هذا، سواء كان بالجامعات او بالاماكن العامه او بالمجمعات. طبعا في قوانين نشوفها ان ماكو تدخين، لا تدخنون هنا ولا تدخنون هنا، بس بشكل عام تشوف ماكو تطبيق. لكن هنا بالجامعه صراحه مو مقصرين، اتصور حاطين اماكن مخصصه للتدخين، ما تشوف يعني تدخين بالممرات او داخل محاضرات او يعني الا برا او بالاماكن المخصصه للتدخين. بالنسبه حق موضوع التدخين، يعني صراحه انا من تجربتي الخاصه بالجامعه هني ما صادفت احد يعني صراحه يدخن بالاماكن الممنوع فيها التدخين. والجامعه هني اعتقد يعني كان موفره عدد كبير من غرف التدخين حق اللي يحب يدخن فيها. فمن ناحيتي انا مو مدخن وما حسيت اني تأديت من هالموضوع كون ان في احد دخن بالاماكن مو مسموح فيها. فمن ناحيتي من ناحيه الجامعه ما اشوف ان شاء الله يعني في مشكله يعني من هالنوع. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير واستمعنا الى اراء طلبه حول التدخين داخل الحرم الجامعي. برجع لك اخوي سيف، وانت غير مدخن، ولكن ايش رايك باللي يدخن داخل الجامعه؟ ترى منهم اخوك ومنهم رفيجك ومنهم اي نعم، هذه آلية معروفه اصلا. داخل الجامعه ممنوع التدخين. نعم، انت لما تمشي، لما نمشي احنا بالجامعه نشوف اللوحات لابتات اللي هي سيجاره عليها علامه اكس، ممنوع يعني ممنوع التدخين، ومع ذلك نشوف ناس قاعد تدخن داخل الحرم الجامعي. نعم، شنو يعني لك هذا؟ هل عناد من قبل الطلبه ولا هل تهاون من قبل تطبيق القانون؟ مو عناد ولا تهاون، يعني هذه عاده يعني، فيعني تمشي وتدخن هذه معروفه بكل، حتى بالمجمعات التجاريه نواجهها وبكل مكان الحركه هذه تصير. ومع ذلك في يعني من الجامعه نفسها في تهاون شوي. اخي احنا دخن، انا ما لي شغل فيك، هي نفسك، ولكن أي. في بعض الاماكن المفروض انت ما تدخن، يعني حتى واحنا راكبين الاسانسير مصعد مصعد بروحه متر بمتر، حتى نص متر بنص متر، مو متر بمتر، ويقولك ثلاثة أربعة داشين مع بعض وهيك واحد يدخن. هذه المشكلة وداخل الحرم الجامعي أحيانا. يعني ما رأيك بانتشار ظاهرة التدخين في الجامعات؟ هل هي ظاهرة صحية؟ لا بالطبع أكيد، يعني غير أنها ظاهرة مو صحية، وإحنا شفنا القانون تطبق بشكل بسيط صراحة للأمانة، لكن هم بعد من مو من قبل جهة مختصة، من رجال الأمن السلامة اللي هم عليهم تقريبا ضغط كله، يعني هم يراقبون اللي يدخل الجامعه ولا اللي يطلع، ولا الناس ما قلنا قبل شوي لو سمحتشم، ولا اللي يدخنون. انا شفتهم كذا مره يعني يراقبون اللي يدش المبنى انه يوقفه، خلي سيجارتك برا المبنى عادي، يعني ممكن انه تقدر تدخن، ما تزعج، يمكن ما تزعج احد، لكن داخل المبنى تجمع الطلبه، اماكن انتظار الطلبه، انتظار قاعاتهم عند قاعات الدراسيه، واماكن الدكاتره عند، يعني مبنى الجامعه هو اللي يكون فيه تقريبا اغلب تواجد الطلبه والدكاتره ايضا، فهني هو المكان الممنوع التدخين فيه. طيب من الجهه المسؤوله المفروض، يعني اخوي سيف من رايك من المفروض انه يكون مسؤول على محاسبه اللي دخن؟ تعال اليوم دخلت يعني دخنت بالجامعه معي يعني علبه تدخين ومارست تدخين بالجامعه وما حد كلمني، هل هناك جهه المفروض انها تحاسب حاليا؟ موجوده هالجهه؟ موجوده الجهه هذه، والله يعطيهم العافيه، اشخاص الامن والسلامه، انا اشوفهم بعد قدامي، اذا شفت واحد قاعد يدخن يمسكونه يطلعونه برا 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 سكوير يعني او القاعات الدراسيه، تفضل برا، اذا ما طلع يعني يتخذون فيه الاجراء، ياخذون هويته الجامعيه، ياخذون اسمه، ياخذون، بس الشباب الله يعطيهم العافيه يعني بس يقول الكلام هذا يعني يطلع، يعني في تعب. تمام، يعني هذا ايضا ما تعتقد ان فيها تدخل للحريه الشخصيه؟
لا ما فيها تدخل الحريه الشخصيه. انا الحين بدخن ومكان مكشوف، انا مو يمك. اوكي في حديقه في حريتك اوكي، لكن انت ما تدخل اماكن تجمع الطلبه ولا اماكن مكاتب الدكاتره، لانه حصل موقف قبل فتره يعني انه قدامي بعد ان الدكتوره تاذت من هالشغله هذه، نزلت وقالت طف سيجارتك الحين، شاف الطالب انه يدخن، يمكن زرق عن الامن والسلامه ما شافه، لكن يوم وصل داخل المبنى ان الدكتور وقفته قالت له طف سيجارتك الحين. فيعني هذا شيء يزعج الدكاتره. استجاب لها طبعا، استجاب اكيد يستجيب، يعني الدكتور يقول لك طف سيجارتك، اذا ما تستجيب هني المصيبه راح تكون عليك انت. صحيح. اذا انت طفت من امن السلامه ما راح تقدر تطف من الدكتور. طبعا طبعا، هذا ايضا محور، ولكن عندي ايضا محور مهم جدا نبتعد عن محور التدخين. واعتقد انه يعني شبابنا واعي، المفروض يعني ما حد يقول لك طف سيجارتك ولا تدخن بهالمكان ودخن بهالمكان، احنا شباب واعي المفروض ان احنا نحترم القانون، حتى لا نحرج انفسنا، ليش احط نفسي انا في مواقف الشبهه حتى لا، يعني المفروض لا تخلي الناس يلومونك. احنا هذه نقطه بس ما اقطع كلامك، اتمنى يعني ودي اضيف نقطه ان تكون في جهه مختصه للتدخين. يعني شنو جهه مختصه؟ جهه مختصه لمراقبه من يدخن ولا جهه مختصه لامارس لمراقبتهم ومعاقبتهم بنفس الوقت، تراقب اللي يدخن واللي زين. انت مدخن احيانا صح؟ مو لا انا مو يعني مره بالسنه، ما اعتبر نفسي مدخن. اوكي مره بالشهر ممكن يعني، مره خلينا نقول مره بالشهر. صادف يعني انها المره اللي بالشهر انت في المحاضره، طلعت من المحاضره برا حديقه دخنت، جالك احد قال لك محمد طف سيجارتك. هم بالاماكن العامه يعني حديقه ولا شيء ما يمنعون، ما يمنعون. فإذا نبي نحد من هالظاهرة هذه نهائيا ان تكون جهة مختصة هي اللي تراقب، اي تراقب وتكون يعني هم بعد تخفف الحمل عن تمام العاملين. واضح. طيب يعني انتقل الى محور اخر، حتى عندي يعني كثير من المحاور ما بي يعني دهلنا الوقت وانا ما ناقشت هذه المحاور. الالفاظ العامة اللي تتم داخل الجامعة، احيانا الجامعات الخاصة في يعني دراسات الماجستير يكون في شباب مجموعة بنات قاعدين نسمع بعض الشباب لربما يتلفظ بألفاظ يعني لا ترقى للمستوى الأكاديمي أو حتى لا ترقى لمستوى الاستماع، ألفاظ عامة المفروض أنها ما يعني ما تتم داخل الجامعة عموما من إنسان كبير، تعال ونادي وصرخ، هل هذا يصير قدامكم ولا ما مر عليكم؟ والله هذه تصير أحيانا يعني، بس هذه ما تقدر يعني تفرض على الشخص يعني تقول لا تتكلم كذي لا تسوي كذي لا تتكلم. لا أنا لو صارت معي أقول له، بس ما تقدر يقول لك انا مالي شغل. هذا كل واحد يعني يعكس يعني انا قبل ادش الجامعه كنت عارف اني شنو اقول شنو اسوي شنو يعني هذه يعني كل انسان يعني البعض يتلفظ بالفاظ غير اخلاقيه. لا انبهه انبهه بس اسوي اللي علي، بس في بعض الناس يعني اذا هو يعني كذا اسلوبه فراح يرد عليك بكلمه يعني احتمال انك تكبر الموضوع. صح. فانا من نفسي انا في الجامعه او باي مكان اعكس نظره الناس لي نظرتهم لبيتي لتربيتي، فاني اقول الكلام المناسب، فيعني اقول مختصر المفيد يعني ما اتلفظ يعني اذا بيني وبين يعني رفيجي وبيني وبين بينك وبين رفيجي انت ما حد يسمعك. اوكي بس انا اقصد مستوى الخطابه، يعني مستوى الخطابه بين بعض الشباب لما يلعبون كره، ممكن يكون في لعب كره ممكن يكون في احد قاعد يتابعك قاعد يطالعك، الشباب برا يطالعون، ممكن اخوه يعني اخواتنا الطالبات يتابعون احيانا، ممكن احيانا يكون في ندوه، ممكن يكون في بالانتخابات، وكثير ما تتم في الانتخابات والعمليه الانتخابيه ممكن يكون في يعني بعض الكلمات المفروض ما تطلع تخدش الحياه. في قدامك خواتنا هذه، هل عندك تعليق عليها؟ هذه عشناها انا اخوي محمد طبعا يعني بمكاني ومشتغلين مع بعض وعارفين الشغله هذه، فكل واحد مثل ما قلت لك يعني كل واحد يعكس بيئته تربيته وتربيته. بالنسبه لك اخوي محمد يعني شلون تشوف ممكن اني احد من هالظاهره؟ والله تحد من هالظاهره تنبيههم يعني تنبه، ناس ما قلت انا اتفق معك ان انا اروح انبهه واقف عند حده ما يصير يتلفظ. انا بدال انبهه ليش ما يكون عندي مهاره تنميه ثقافه او مهاره تنميه الثقافه هذه تنعكس عليك انت شخصيا. انا ما اروح انمي شخصيه كل واحد، انت من نفسك لازم تتعلم لازم. انا صرح اكاديمي ليش ما اسوي دوره اسمي هالدوره هذه كيفيه التعامل مع الاخرين، هذه ممكن مو دوره تدريبيه واللي اشترك فيها، ومن ضمن الدوره يعني احط ان طريقه الحوار الراقي بين الزملاء في الجامعه، وانا اكون وصلت الرساله ان دايركت بشكل غير مباشر. صحيح اوكي، لكن في بعض الشباب او بعض الطلبه يعني ما يهتم حق هالامور هذه، يعني يكون هو مثل ما تقول على باله انه حريه شخصيه
وتصير قدامي الفاظ وبصوت عالي وشيء ما نرضى احنا كطلبه على انفسنا ولا على اخواتنا الطالبات يعني. فهالشيء هذا احنا يعني مرات يعني شخصيا اوقف مع واحد مثلا اقول له يعني غلط اسلوبك كذي تصارخ ما يصير تمشي وتصارخ ما يرضى تكلمه ما يرضى في بعضهم ما يرضى عادي في يقول ما لي شغل بحد اوكي ايش علي فيهم. ممكن تتطور اخوي سيف للعنف الطلابي يعني العنف الجسدي يعني بالكويت يطقني واطقك؟ ممكن اذا يعني اذا مثل ما نقول احنا بلغتنا يعني صدره ضيق يعني ممكن تقط كلمه ولا هو يقط كلمه ولا تصير مشاده بينك وبينه يعني. بس انت يعني خليك يعني بما يعني اللي تقول كلمه اللي تاخذ حقه يعني بلت هي احسن يعني انصحه يعني نصيحه لوجه الله. وين قام ينصح عليهم يعني؟ انا تخيل اثنين قاعد يتهاوشون هذا سب هذا وهذا طق هذا وانا دش داش بكل الله يخليك انت طق يعني. انا المفروض يعني اعتقد قلت لك ايه الدورات التدريبيه اللي بشكل غير مباشر ممكن تنمي المهارات وحتى لو كان في جهه رقابيه مسؤوله بحيث ان لو احد يشتكى اليوم محمد قال ترى انا اليوم سمعت الطالب فلان الفلاني قال الكلمه هذه وكانت مزعجه وكان في مجموعه من الطالبات. لان احيانا يعني حتى في بعض القاعات ممكن يكون اذا كان في قاعه تدريبيه ولا ورشه عمل تدريبيه ممكن يكون في جانب من الطالبات عندنا ممكن يكون في خواتنا موجودين ممكن يكون في بنت ما تحب تسمع اطلاقا الكلام في ممكن شباب اصلا اطلاقا ما يحب يلتفت الى مثل هذه المصطلحات. فاعتقد ان هناك يعني طريقه لحد مثل هذه الامور. هل ممكن تترتب عليها اثار سلبيه في المستقبل؟ اثار سلبيه على يعني دورات الكلمات على الالفاظ هذه على الالفاظ اكيد انه في اثار سلبيه يعني راح تكون مثل ما تقول انت الحين الجامعه تدش دفعات مثل ما تعرف فانت انت بالكورس الواحد يمكن معك خمس دفعات فاذا واحد من هالاشخاص هذه يتلفظ بالالفاظ واللي غيره يسمع فالاشخاص السيئين يستمرون في هذه العلاقه فتستمر العلاقه هذه ما تنقطع فاكيد انه راح تصير ظاهره سلبيه انتشرت ثقافه جديده اي اذا ما تم يعني توقيفهم او ممكن يتمادى اي او انه ممكن يتمادى فهذا يكون شيء سلبي ظاهره سلبيه تستمر. طيب انا لو يعني تحدثت عن الظواهر السلوكيه السلبيه في داخل اي حرم اكاديمي جامعه تطبيقي وجامعات خاصه شنو يعني على المستوى الشخصي اخوي سيف شخصيا شنو الامور السلبيه اللي ما تحب انك تشوفها بالجامعه وتشوفها منتشره بكثره؟ والله يعني مثل يعني الكلام اللي ينقط والسوالف اللي ما يعني في بعض الشغلات يعني انت جاي الجامعه مو جاي تسولف ولا جاي تضحك ولا جاي شغله معينه شهادتك تبي يعني تدرس تكتسب يعني خبره مثل ما يقولون وثقافتك وشهادتك هذه يعني. فانا اشوف ان يعني في بعض الاشياء ما لها داعي مثل يعني اجي يعني انا ما اجي الجامعه عشان تهاوش ولا عشان اني اقط كلام ولا عشان اني اقعد ولا عشان انا جاي الجامعه يعني انا خلاص بعد مو يعني مو بسن يعني في سن الثانويه يعني اللي فيه يعني تكثر فيه المشاكل والهواش لا يعني سن فاهم عاقل عارف. انا كنت اقصد بالظواهر السلوكيه اللي يعني تمر بالجامعه احيانا قبل يمكن والدي ووالدك لما كانوا يروحون الجامعه كانوا يلبسون الزي الرسمي ولكن تغيرت هذه العادات والتقاليد شوي ثقافة بدأت تتغير فصار في عندنا عادات دخيلة قبل ما أعتقد أن صارت في تاريخ يعني في السنوات الماضية نقول قبل 20 سنة أن يلعبون جنجفة داخل الجامعة وهذه يعني ظواهر دخيلة أيضا تتم داخل حرم الجامعة انتشرت بعد انتشرت بشكل كبير نسولف على هالظواهر هذه من بعد فاصل فاصل أكيد. ونعود لنتواصل وإياكم. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل وارحب فيكم مره ثانيه وكنت اتحدث مع اخوي محمد العنزي واخوي سيف سبيل العازمي عن الظواهر الدخيله وشنو ابرز الامور السلبيه اللي كانت تضايقك قلت لي اللي تشوفها جديده علينا؟ يعني مثل يعني الالفاظ ايه يعني مثل التدخين مثل إيه؟ ما يعني مثل اللي قلناه قبل شوي الزي غير محتشم هذا بالنسبه لك اخوي محمد؟ هذا هو تقريبا اللي تتفق معه لكن زياده عليها اللي تكلمنا عنها قبل الفاصل اللي هي لعب الجنجفه في الاماكن العامه.
في الأماكن العامة ولا تحديدا في الجامعة؟ في الأماكن العامة، في الأماكن العامة بالجامعة يعني، يعني مثلا أنت قاعد في الحرم الجامعي بالهديغة أو هم بعد بالكلاسات يلعبون دجفة. زين وقت المحاضرة؟ لا مو وقت المحاضرة، أنت في كلاس فاضي دش يشوف كلاس فاضي يقعد يلعبون. شو المشكلة؟ يلعبون دجفة. في ازعاج يعني الكلاس. انت شخصيا شو مشكلتك؟ مشكلتي ازعاج الكلاسات اللي يمك. اذا ما كان في ازعاج؟ لا في ازعاج، اذا ما في ازعاج كان ما طلعوا الدكاتره يعني قالوا انه ما يصير، في صار منع منها من بعض الدكاتره ومن رجال الامن. ولو في الحديقه؟ لو في الحديقه راح يكون في تلفظ بالفاظ وصراخ وازعاج راح يكون. انت كل مشكلتك انه فقط الصراخ؟ في اكيد الصراخ، ومنها هم بعد مثل ما ذكرنا في بعضهم يتلفظون بالفاظ بذيئه يعني، اذا خسر ولا اذا فاز ولا اذا صاحبه ما فهمه باللعب فيكون مشكله يعني. مشكله ما قط احد قالك تعال العب معنا بالجامعه صراحه؟ يقولون خليك على المثاليات. لا اوكي يقولون انا العب معاهم، لكن في مكان مخصص في استراحه للطلبه اقعد بروحي والعب معهم. احنا نتكلم عن الحرم الجامعي. الحرم الجامعي مخصص لك استراحه، تلعب داخل الاستراحه. العب داخل الاستراحه بعيد عن الكلاسات، بعيد عن الاماكن العامه وتجمع الطلبه. واذا زحمه داخل الاستراحه؟ اذا زحمه نأجل العب عادي، ما في مشكله. بالنسبه لك اخوي سيف داخل الجامعه الجنجفه؟ انا ما اتكلم عن الجنجفه بس، خلني على الجنجفه انا يعني اشوفها ظاهره يعني، يعني عندهم مثل الديوانيه هذه موجوده فوق، موجوده بالدور الثالث بكليه العلوم، موجوده في التلفزيون في جنجفه، في يعني هذه ترفيه يعني، الطالب عنده 3 ساعات 4 ساعات فراغ بين محاضره ومحاضره ما يضيع وقته فيها يعني. المفروض انت هالامور يعني اصلا يعني هي اصلا حتى مو من ضمن القيم اللي احنا يمكننا بنزرعها في انفسنا ونزرعها في انفس ابنائنا، انها اصلا حتى عليها اشكال شرعي. فإذا هي عليها إشكال شرعي هل صحيح أو سلمي إني أدخلها الجامعة؟ والله هذه ترد على يعني بين الشخص ويعني وبين رابعه يعني، هذه من باب أنت تشوفها عادية، باب الترفيه يعني، أنت تشوفها عادية باب الترفيه. طيب أنا صراحة ما ألعب داخل الجامعة. طيب يعني أنت ولكن ما عليها إشكال؟ أنا أشوف يعني باب الترفيه، لأني أنا عشت يعني عشت 4 ساعات فراغ 3 ساعات فراغ يعني تمر يعني، أرد البيت أنا من أنا إذا رديت البيت ما أرد ثاني مرة. طيب الجامعة يعني أنت تبرر لما تشاء؟ لا هذا اللي شفته الشباب، شنو احنا نبرر حق اللي نبي واللي ما نبي نزعل عليه يعني، احنا بررنا عشان جنجفه ووقت فراغ. انا ما العب مو عندك، بس اقول لك يعني من حقه يعني يلعب، بس مو باماكن معينه مخصصه يعني، ما يلعب بالحديقه، اي ما يلعب داخل القاعات يعني. في عندك استراحه الطلبه بس العب فيها، غير الاستراحه لأن استراحة مثل ما تقول احنا استراحة بعيده يعني، انا يعني بعيده يعني، بس ما يجون هلا الطلب يعني، ربعك واربع سنين معاهم، فتكون يعني اللعب بيني وبينك يعني ما حد يشيل على الثاني. اما اذا يعني اتمشى انا واحد يعني، احنا طبعا كليتنا في ناس تدش يعني، في ناس من برا يعني من كليات ثانيه، فلما العب انا يعني انا ورفيجي بين عادي يعني، بس اللي يمر يعني الشخص اللي يمر يسمع السوالف يعني بيني وبين رفيجي ايش راح يعني، راح ياخذ عني يعني فكره يعني، بس بيني وبين رفيجي يعني هذا من باب ضحك يعني، بس نلعب الحين نقوم ما في قلوبنا شيء. فلها اماكن معينه. أنا أشوف أن الحرم الجامعي مكان للدراسة، مكان للدراسة لا يصلح إطلاقاً حتى في الاستراحة. في مكاتب حطوا الاستراحة علشان وقت عندك أنت فعلاً ساعة ساعتين تقعد جاهز حق المحاضرة اللي بعدها بترتب أمورك. وأنا استغرب من الشباب اللي يقول عندي أنا استراحة 3 ساعات، معقولة 3 ساعات فاضي؟ شوف أنت في 3 ساعات أنت إن شاء الله تحصل مادة، مو إن شاء الله بس أتمنى تحصل مادة. نعم. لو 3 ساعات انا ما عندي مشكله اسجل. وبعدين ما اتفق معاك ان المكان بس للدراسه، اوكي صح للدراسه، لكن لو انه بس للدراسه كان هم بعد يعني الطالب وقت فراغه ما راح يقدر ما يعني في انشطه. اي في انشطه محمد، في انشطه، في كره قدم، في انشطه ثقافيه، لكن في اعمال تطوعيه. مرات تكون يعني الاعلان عن الانشطه هذه يكون يمكن ضعيف جدا يضطر الطالب الى اي موفر لهم يعني مبرر. انت تشوفون ان هذا تبريركم؟ في موجود بكليتنا، في موجود شو اسمه، في بنفس الكليه في مسبح حق الطلبه، بس ما حد يعرف، ما حد يدل وين مكانه اصلا، ولا ما في اعلام. تمام. طيب انا عندي تقرير لازم اطلع هذا التقرير بشكل سريع جدا مع اخوي طارق بورسلي، مشروع الكتروني لقطاع النفط. خلينا نشوف هذا التقرير ونعود نتواصل وياكم ايضا في بعض السلوكيات المهمه اللي بتكلم عنها، خصوصا الشباب اللي بسيارته قبل المحاضرة، وشوف لك المواقف يدور احتياجات الخاصة ويوقف
ويخليها ولا اهتم باي احد، حتى يعني الذهاب الى دوره المياه احيانا مو مخصص لك يخفيها، ولا يوقف لك ممنوع الوقوف، ولا يشقح فوق الرصيف. هل هذه الامور صحيحه ولا غير صحيحه؟ مع بعض نروح هذا التقرير، تقرير الانجاز مع اخوي طارق بورسلي، واعود لاتواصل واياكم في ادبيات الحرم الجامعي. مشروع خدمي إلكتروني مختص بالقطاع النفطي يعتبر في فكرته جديدة، وأهدف من خلاله إن شاء الله أن يكون المشروع رقم واحد في الشرق الأوسط. بدأت فكرة المشروع هذه بشهر 7/2012، لما يعني بديت أحط الخطوات الأولى لتنفيذ المشروع، واستعنت ببعض الشركات أو بعض المكاتب المختصة. طبعاً صادفني بعض العراقيل أمانة، زين، إلى أن في شهر يناير 2013 أطلقت المشروع، أصبح في موقع إلكتروني مختص بالقطاع النفطي. تولدت لي الفكرة كوني أحد العاملين في القطاع النفطي، فكرت في أن يكون في موقع خدمي يخدم العاملين فيه والشريحة المهتمة فيه. سعيت لإنشاء الفكرة هذه واستعنت بفريق عمل ميداني قام بإنجاز الفكرة، والآن المشروع قائم والموقع موجود على أرض الواقع. الموقع يقدم خدمات متعلقة بالقطاع النفطي، يحتوي على أخبار سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو مالية، كذلك يقدم خدمات متعلقة بالأسعار الطاقة والنفط والعملات. مستقبلاً راح يكون فيه إن شاء الله خدمات أشمل وأفضل لجذب الباحثين، منها على سبيل المثال راح يكون فيه منتدى، زين، المنتدى هذا راح يكون حلقة وصل بين الإدارات المختصة بالشركات النفطية والعاملين فيها لإبراز الإبداعات أو المشاكل أو الاقتراحات أو الحلول اللي ممكن تطرح، اللي ممكن تعيق وصولها البيروقراطية بين العاملين والإدارات. في الأخير أنا أحب أوجه دعوة للجميع للدخول للموقع، موقع سهل جداً هو oilq8.com، وأتمنى من خلال أن نحن نوصل للهدف المنشود من خلال التعاون اللي ممكن يكون بين الموقع وبين كل الجهات المعنية، سواء كانت الشركات أو الباحثين أو كل الزائرين للموقع. رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وكل الشكر لأخوي طارق بورسلي على هذا الإنجاز، ونفخر حقيقة بهذه الإنجازات الطلابية الشبابية. واليوم في برنامج أكاديمية نتبنى كل هذه الإنجازات، وأي أحد من الشباب اللي تابعنا عنده إنجاز أو عنده مثلا بحث علمي حقق فيه إنجاز، حصل على جائزة، حصل على دورة أكاديمية، حصل على شيء يساهم في تحقيق الرفع المستوى الأكاديمي في دولة الكويت أو حتى الخليج العربي، احنا في برنامج اكاديمي يعني الابواب مفتوحه، اللي حاب يزورنا، اللي حاب نسوي له لقاء، اللي حاب ايضا نزوره في مكان عمله سواء طالب او دكتور او عضو التدريس او اي احد، ما في مشكله ان احنا نتواصل معه حتى نبرز هذه الطاقات ونبرز هذه الانجازات والدراسات. كذلك كنت اتكلم يعني قبل التقرير قبل شوي عن بعض التصرفات الغريبه صراحه، منها ان انا اجيب كل قافه اصوت مكان ذوي الاحتياجات الخاصه، والله لو خلصت الجامعه كلها ما اوقف فيه، منها ايضا حتى دوره المياه لو كل يعني داخل الجامعه زحمه انتظر ما راح تطير الدنيا. هل هذه التصرفات فعلا موجوده فينا احنا كشباب واحنا يمكن ما نشوف انفسنا؟ خلينا نبتدي معك اخوي سيف. بالنسبه للمواقف يعني لا تبرر، ها لا 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 نبي الصدق الصدق. انا من بالنسبه لي انا والله ما اصفط لو شو يصير صادق، ما اصفط. ليش؟ لان انت ما تدري شنو فيه، وموجوده بعد لوحات كنا مكتوب اذا تبي تصفط مكاني اخذ اعاقتي. انا هذه شفت الكلمه هذه وصراحه درس قاسي، هذا درس قاسي يعني ما اقدر اصفط. يعني تخيل ان اخوك
جايبة أو معاك أحد من ذوي احتياج خاصة وتشوف واحد صافط ما في شيء، يعني هذه من نفسك إنسانياً، إنسانياً يعني مو حلو. واللي يوقف ممنوع الوقوف يعني، ولا اللي سكر على سيارة، ولا اللي هذه تصير، يعني تصير كثير بالمواقف الجامعة. ترد، أنا ما أبي أبرر لك، لكن ترد حق يعني قلة المصافط في بعض أماكن، يعني بعض كليات مصافط يعني ما في صفر. شزوي ما في بعضهم يضطر إنه يطق رصيف، وفي بعضهم يعني ما يسكر لكن إنه يحاول إنه يصفط يعني يدبر نفسه، فهمت؟ فيعني المواقف يعني مشكلته هو تصرف خاطئ، ويحصلون عليها مخالفات بعد الطلبة، ويحصلون عليها هم بعد بوسترات إنه ممنوع وقوف هنا مرة ثانية لو توقف. لكن في بعض الطلبة يعني يكونوا مضطرين صراحة، وأنا يعني طالب تأذيت كثير من هذه الشغلة، خصوصا إني أقعد يعني مثلا أوصل قبل محاضرتي بربع ساعة ولا نص ساعة، أقعد أدور موقف ساعة لربع بس عشان أدور موقف. نعم، من النقاط المهمة أيضا اللي يعني بمر عليها بشكل سريع جدا، التعامل ما بين الطالب والدكتور اليوم، هل مستوى التعامل يعني الاحترام، التواصل مع الدكتور، إني أعطي حق الدكتور قيمته حتى لو كان في عمري أو أكبر مني شوي، ممكن أنا أكون في عمر 35 ودكتوري يكون في عمر 38، بيني وبينه 3 سنين مثل أخوي الكبير، هل هذا يعني يسمح لي أن أنا أتعامل معاه بطريقة الميانة أن أخوي ونسبة الاحترام تقل، يعني من وجهة نظرك أخوي سيف؟ والله بالنسبة لهذه ترد على شخصيتي الدكتور، طبعا لها احترامه، هي موجودة، قاعد نسبة الاحترام قاعد تزيد ولا تقل، يعني هي لا تقاس، ولكن إحنا بتعاملنا لما نشوف الطلبة ثانين، هل الكل يتعامل مع الدكتور بالشكل المطلوب؟ في بعض الدكاترة تفرض عليك احترام، يفرض عليك احترامه، المحترم محترم، يعني لو تدش يعني تدش المحاضرة يعني قصبا عليك تحترم الدكتور، لأن بأسلوبه صح وبتعامله يخليك تحترمه، لو إنك يعني في ناس يعني لازم إنك تحترمه، يعني دكتور يعني أو هو مثل هو اللي يعلمك، هو اللي يعطيك المعلومات، هو اللي يعطيك كل شيء، فأنت يعني من نفسك لازم إنك تحترمه، يعني هذا احترام بس واجب. مو الكل يطبق القانون طبعا، الاحترام واجب، مو الكل يطبقه، بس هذا شيء اساسي، شيء طبيعي، يعني انت المفروض انك تحترم الدكتور. يعني انا لو جيت متاخر زين، يعني هذه نشوفها بالمحاضرات، اي طالب متاخر حلو 10 دقائق ربع ساعه لانه ما في موقف، اوكي يدخل جامعه يقول له دكتور لو سمحت المحاضره تفضل اطلع برا، ممكن الطالب هنا يرد على الدكتور، هنا الطالب يرد عليه يبرر له، يقول له مثلا اللي صار معه مثلا موقف، اذا هنا يرد الامر للدكتور مو عليك، ما دخله خلاص انت تتحمل. ليش غلط من قبل الطالب؟ ليش غلط مرات الطالب؟ شلون يعني ليش الطالب مرات يتمادى في الخطا على الدكتور؟ في بعض، لا انا ما شفت صراحه كذي، لكن يمشي او انه ما ما يعني ما يرفع صوته على الدكتور، لكن حتى احيانا في الدرجات لما الدكاتره يحطون حق الطلبه درجات كان الطالب ما يعجبه يقط ورقه ويطلع. يعني انا الموقف من المواقف اللي صارت قدامي ان الدكتور يسلم على طالب ما يرد درجه. في بعض الدكاترة يعني للأمانة إن في بعض الدكاترة تعاملهم مع الطلبة بشكل يعني مو رسمي، يعني ما أقول نفسية، حيل سيء، ها بازدراء. شلون بازدراء؟ يعني سيء، إيه حيل، يعني أصلاً ما يعطيك مجال للطالب إن أنت تسلم عليه. وهل هذا يسمح لك إن أنت تتعامل معه بطريقة؟ ما أتعامل معه، بالعكس أنا أحترم نفسي، ما لي شغل فيه، هو يعني اذا هو ما قاعد يحترم الطلبه انا شو اسوي له بعد؟ طيب ما اسجل عنده مره ثانيه. هل اتحاد الطلبه لا شغل بالسلوكيات اللي احنا قلناها كلها من البدايه للحين، ابتدي معك اخوي سكع، يعني اتحاد الطلبه هل معني بتبني هذه القضايا والمشاكل، العنف الطلابي زي المحتشم، اللفظ، مستوى اللفظ، وكذلك السلوكيات الخاطئه، بعض الثقافات الدخيله، هل الاتحاد مسؤول عن هالامور؟ والله الاتحاد هو اللي يمثل الطلبه، هو حلقة توصل بين الطلبة والدكاترة والعمادة، يعني مثل ما تقول هو اللي يمثل الطلبة، وأنا قاعد أشوف إنه يعني الاتحاد يعني ما يقصر معهم، يعني أي واحد عنده مشكلة ولا عنده شيء يتبناه، يعني يتبناها مثل المشكلة اللي صارت على الصيدلة كنا المنقبات اللي قالوا لازم تقطون نقاباتكم ومن هالسوالف هذه، وقف معهم الاتحاد تبنى قضيتهم. تمام، يعني في تجاوب موجود، الاتحاد بالخالدية شباب موجودين، الهيئة الإدارية موجودة، كلنا موجودين. وبالنسبة لك أخوي محمد، يعني تشوف الاتحاد مقصر في هالأمور ولا بالعكس يقف مع الطلبة؟ لا مو عن مقصر، هذا شيء طبيعي، أنت جهة تمثل الطلبة، ف
فشيء طبيعي انه واجب عليك انك تنفذ مطالبهم حتى لو كان ضد توجهي. توجهك يعني ضد توجهك شلون؟ ضد توجهي كاتحاد. الاتحاد يفرض انه يكون في زي محتشم. ايه؟ انا ما ابي احد يفرض علي زي. لا مو عن انه ضد مو عن انه لبس محتشم ان انت ما تلبس مثلا ولا تلبس، لا يكون مع قضايا الطلبه اللي يواجهونها من مشاكل من تاجيل امتحانات او ان شيء صار لهم في الكورس الدراسي، فانه واجب على انه يراعي مشاكلهم. نعم. طبعا انا في هذه الحلقه لم يكن عندي اي راي اطلاقا، مجرد كنت انقل هذه المحاور الى ضيوفنا الكرام، وكل ما كنت اسال عنه لا يمثل وجهه نظري، ولكن كانت مجرد اسئله واستفسارات حتى يكون الساده المشاهدين على بينه. ممكن احد من المشاهدين عنده سؤال، فدائما ما يعني نسال مره موافق مره معارض، ولا يعني عندي راي في هذه القضايا اطلاقا، راي احتفظ فيه لنفسي، ولا يعني يصح لي اني اعبر فيه من خلال هذا البرنامج، فهذا البرنامج للطلبه لضيوفنا الكرام وليس لي شخصيا. لذلك ادبيات الحرم الجامعي ربما عليها بعض التعليق، ولكن أعتقد بأن المسؤولية الكبرى تقع إحنا علينا كشباب أن يكون عندنا رقابة ذاتية بكثير من المواقف وبكثير من القضايا اللي ذكرتها. كل الشكر والتقدير لضيوفي الأعزاء اللي تواصلوا اليوم معي في برنامج أكاديمي، أخوي محمد العنزي وكذلك أخوي سيف العازمي، على أمل أن ألقاكم بحلقات جديدة من برنامج أكاديمية. مع السلامة.